باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. هاي معنا الطفل حنة، الطفلة زينة، الطفلة روز، روز ماري. أول شيء بدنا نسمع من الطفلة زينة: أبانا الذي في السماوات في اللغة السوريانية. تفضلي. أبانا الذي في السماوات. لا بالسورياني. أبون باشمايو تقاداش موخ تيتي مالكوتو نيوي سيبيونوخ أي كانت باشمايو أوف بارعو أبلان لحمو سنقونان يومونو واشبوك لان حوباين وقتو هاي أي كانا دي أفح نون سبقن الحيو باي ولو تعلم نسيونو إلا بأسون من بيشو ميتول دي لوخ ملكوتو حيلو تشبحتو العلام علمين آمين. طيب بالعربي نسمع روزميري: أبانا الذي السماوات يا قدس اسمك يأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما كذلك على الأرض أعطنا خبزنا كفافا يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين. أيوة. هلا أي مدرسة أنت يا زينة؟ مال أفرا مصر. أيوة. شو بتتعلم هناك؟ سرياني وعربي وإنجليزي. حلو. أي صف أنت؟ ثالث. عندكم لحد صف سابع سادس ولا أكثر؟ لا سابع. سابع. أنا نبدي. إن شاء الله. وروز ماري؟ مدرسة مروسة. وأي صف أنت؟ ثاني. مين بعلمكم دين مسيحي؟ مس إلين. مين؟ دعيك. إلين دعيك. زمان. مس إلين درست في جامعة بيت لحم وتخصصت في الدين من بيت لحم. طيب شكرا لكم وشكرا للأخ اللي صور هذا اللقاء الحلو. شكرا. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. سيداتي سادتي، نريد أن نتكلم اليوم عن براهين وجود الله وبقرب هؤلاء الأطفال. طيب بتقول طيب شو لهم دخل هدول الأطفال بوجود الله؟ الطفل هو يعني الإنسان هو وخصوصا كطفل كجنين هو إحدى معجزات الخلق، أكبر معجزات الخلق. يعني مش ممكن نقول إنه هذا الطفل أو والده أو والد والده أو أجداد أجداده حتى الإنسان الأول إنه أتى وهيك من قبيل الصدفة، إنه في مادة وهاي المادة تفجرت أو بسموه the big bang يعني الانفجار الكبير، ومن هذا الانفجار الكبير نشأت الحياة. و ماذا يوجد في الطفل؟ ماذا يوجد في الإنسان؟ يوجد ليس فقط الحياة، الحركة، أعطيني إيدك أشوف، يوجد أيضا العقل. حتى عند الإنسان الصغير إيش فيه؟ العقل. طيب في عندنا مبدأ معروف بالفيزياء وبالفلسفة بقول لا شيء يأتي من لا شيء، لا شيء يأتي من لا شيء. وأيضا في المبدأ اللاتيني نيمو دات كود نون هابت، يعني لا أحد يعطي ما لا يملك. من وين جاي عقل الإنسان؟ إذا بتقول لي إنه جاي من قوة أو من أميبا أو من ذرة، هل الذرة هاي فيها عقل؟ وليش الإنسان صار إنسان وهي ظلت ذرة؟ الإنسان هو كائن، الإنسان هو شخصية، الإنسان له هوية، الإنسان له حرية. إذن
الكائن الذي أوجد الإنسان يجب أن تكون عنده هوية وشخصية وعقل وحرية. من عهد أرسطو، أرسطو توصل إلى وجود الله، إلى وجود الخالق اللي سماه ديميورغوس. توصل، وأيضا بعده القديس توما الأكويني، بخمس طرق، كوينكوفية، خمس طرق كلها عقلانية، قبل اللجوء ومن غير اللجوء إلى الكتاب المقدس. الكتاب المقدس على فكرة قلنا مزمور 13 قال الجاهل في قلبه لا إله، مش العاقل، العاقل لا يقول حسب الكتاب المقدس وحسب العقل أيضا كما سنرى، العاقل لا يقول لا إله، العقل يقول هنالك إله. علماء الطبيعة 90% منهم مؤمنون، ليش؟ لأنه بيشوفوا معجزات الطبيعة، طلع على الطبيعة اللي ورانا، طلع على الهواء، على الشمس، كيف إنه الشمس ما بتحرقنا، كيف إنه يتداول أو يتتابع النهار والليل، كيف إنه كل إنسان فينا، هاي أنتوا بتقربوا لبعض، أعطيني بصمتك، تختلف بصمة زينة تختلف عن بصمة روزميري، فيش بصمتين في العالم نفس الشيء، ما فيش صوتين في العالم نفس الشيء، ويبدو كمان انه في ايس كان، في بصمة للعين، في بصمة للعين في بعض الدول قبل ما تدخلها بيعملوا لك بصمة للعين. طب كيف هذا بيصير؟ وعلى الارض على الأقل حتى الآن 7 مليارات من البشر، يعني 7 مليارات بصمة يد، بصمة عين وصوت. أحياناً نتوهم إنه هذا هو نفس الصوت، ما بيكونش نفس الصوت، بيكون في فرق ولو بسيط. من وين هذا أجا؟ صدفة؟ أنا برمي بأحرف تطلع كتاب. إذن أرسطو وبعده القديس العبقري توما الأكويني لقوا خمس طرق للدلالة على وجود الله. أولا، لا حركة من غير محرك، ونقدر نقول لا حياة من غير صاحب حياة، لا عقل من وجود عقل. ثانيا، الكائنات غير واجبة الوجود، زي ما برضو بقولوا الفلاسفة العرب، منهم الفارابي وابن رشد وغيره، في كائنات في الدنيا غير واجبة الوجود، يعني الدنيا كانت قبلهم والدنيا راح تكون بعدهم، احنا كلنا غير واجبي الوجود. ماذا تفرض؟ كائن واجب الوجود. في عنا في الدنيا نتائج، كل هاي نتائج الطبيعة الإنسان أو الإنسان الطبيعة، لا نتائج من غير أسباب، والعالم كله نتيجة لسبب. بعدين عنا إحدى الطرق ضمير الإنسان، بتكون لحالك في صحراء بتفكر في الشر، تسمع صوت داخلي البعيد يؤنبك، طب أنا لحالي ولحالي في الصحراء، من وين جاي هذا الصوت؟ وأنا مني لنفسي، أنا لا أحب أن ألوم ذاتي، كيف هذا الصوت في داخلي ويلومني؟ بعدين كل الشعوب آمنت بالإله، أو كل الشعوب آمنت بإله، وهذه أيضا إحدى الطرق الخمس أو
نعم الخمس. أحب هنا خصوصا لأهلنا الأحباء في فلسطين والأردن أذكر بالجزء الأول من كتاب النور البهي، النور البهي اللي كنا نستخدمه في التعليم المسيحي، والذي يتكلم عن دلائل أو براهين وجود الله. نأتي للكاتب الملحد، أو عفوا لا مش الملحد، عدو الكنيسة فولتير، جون ماري أروي اللي سمى نفسه، غير شوي كلمات من اسمه، فولتير سمى حاله. شو بقول فولتير؟ Dieu, s'il n'existait pas, il faudrait l'inventer. إن لم يوجد الله فيجب اختراعه. أيضا نفس فولتير سؤال عن العالم، إن العالم يدهشني ولا أستطيع أن أفكر أن هذه الساعة الكبيرة موجودة من غير ساعتي. الساعتي طبعا هو الله. Le monde m'émerveille et je ne puis songer que cette horloge existe et n'est point d'horloger. مع الأسف فولتير نفسه على فراش الموت بعيد من هون، عندما أتى أحد الكهنة يقول له قبل ما تنتقل من هذا العالم، يا سيد أريوي شو رأيك ترجع للمسيح؟ شو جاوبه؟ Au nom de Dieu, ne me parlez pas de cet homme-là. بسم الله لا تكلمني عن ذلك الرجل. ذلك الرجل. وهو نفسه فولتير اللي قال مونتي mes amis, مونتي il en restera toujours quelque chose. اكذبوا يا أصدقائي اكذبوا، فسيبقى دائما شيء من كذبي. إذا هاي قدامي الزوجتين دول هم أحد الأدلة زي ما قلنا للعقل للوجدان وللضمير في الإنسان، إحدى الأدلة السريعة البسيطة المرئية والمسموعة لوجود الله. وشكرا لكم.